السلام عليكم أصدقائي، وهي معنى إثبات السحب من اللعبة بمرة جديدة من السحب. هي عنا هون 400، ما كن شايفين أول سحب هو 82 سحبناه وصل بشكل نظامي، وهي 400 بتاريخ 20/3/2020 بخلال كم ساعة بتصل على الحساب ببارة. في عندي هون كمان 21 ليرة كمان بنحسن نسحبها على ببارة في تركيا. وفي عنا هون إشعارات دايما بتنزل للأشخاص اللي عم تسحب بشكل يومي من اللعبة، مثل ما كن شايفين 73 446 440 450 53. وهي جميع اللي عم ياخد جوائز واللي عم يربح واللي عم يسحب. في عنا هون كمان شيء اسمه BIB، كل ما جمعت أكثر من النقاط كل ما كان عندك جوائز. للآخر جائزة هي BIB 15990. في عنا هون اللعبة مثل ما كنتم شايفين، هي اللعبة كتير بسيطة وسهلة. نلغي هون كمان الموسيقى بهذا الشكل. وهيك خلصنا المهمة. تعطي انت هون الغاء، هون بقول لك انه شاهد حتى تاخذ هي اللي حكينا عنها. في منها كتير بيطلع عنا، تعطيه مشاهدة. هون أصدقائي شفنا الفيديو وأعطانا كمان الهدية ما كن شايفين. في عنا هون كمان مهمات، مثل عنا هون الدعبة، في عنا هون جوائز، في عنا هون كمان جوائز ما كن شايفين. وفي عنا هون أمر تاني إنه كل ما جمعنا نحن نقاط أكتر كل ما كان نسبة الربح هو أكتر. عنا هذا أول واحد بجمع 14 ذهبية، إذا تم مجمع هو أكتر عدد بيطلع له 3000 ليرة تركية. كل واحد له هون المصاري اللي يربحها والنقاط المجمعة والمستوى. تم للمستويات 111. 111 بياخذ 200 ليرة آخر شخص.